السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. حلقة النهاردة هنتكلم عن إزاي تسهلي الولادة الطبيعية بحاجات بسيطة جدا لو ظبطناها في الأكل والشرب بتاعنا. عشان تكون الولادة سهلة محتاجين عضلات رحم قوية، عشان تكون الولادة سهلة محتاجين حامل تكون بالبلدي كده متغذية كويس. إذن الموضوع له علاقة كبيرة جدا بالتغذية. عشان أبسط لك الدنيا، أتخيل معاكي لو حد هزيل وحد متغذي كويس واكل كويس، وقدام الاتنين حجرة كبيرة، يا ترى لو شالها الهزيل وشالها اللي متغذي كويس، لو هعتبر إن الاتنين هيشيلوها هيشيلوها، لكن مين في الاتنين هيشعر بالمشقة أكتر؟ أنا ليه بقول المثال ده؟ بقول إن كلكم إن شاء الله طبعا المؤهلات للولادة الطبيعية كلكم هتولدوا، لكن في واحدة ستعاني من الولادة الطبيعية بحجم أكبر من غيرها من الأخوات الأخريات، لأن الموضوع بيفرق في الأكل والشرب. عندي تلات حاجات لو حطيتيهم في قائمة الأكل والشرب بتوع حضرتك في الفترة الأخيرة هيفرقوا معاكي إن شاء الله جدا، مع شوية نصايح كده هنعملها هتلاقي الدنيا تمام. أنا عشان أخلي الحامل تولد ولادة طبيعية سهلة محتاج إنها تكون عندها عضلات رحم قوية وبنيان قوي. طيب رقم واحد هنتكلم عن التمر. التمر طبعا عليه جدل كبير جدا انه بيسبب الاجهاض، لذلك ما ناخدوش في اول الحمل، لا ناخده في الاخر. هو لا بيعمل الاجهاض لا في اول الحمل ولا في الاخر، لكن جاءت الشهرة من موضوع ان التمر بيسهل الولادة من انه بيحتوي على عناصر كتيرة جدا بتحفز عضلات الرحم وبتقوي عضلات الرحم، وده اللي بيخليه مهم جدا لأي امرأة مقبلة على الولادة. فلما الناس ربطت ان ده عشان اللي مقبلين على الولادة، اذا ده لو خدته اللي في الشهر الاول هيتسبب في اجهاض ابدا، لكن ليه طيب الاطباء ممكن يقولوا ما تاكليش كتير من التمر؟ لا، هما ممكن يقولوا ما تاكليش كتير من التمر عشان نسبة السكر ما تعلاش في الدم، عشان ده مش حاجة كويسة بالنسبة لصحة الحمل وبالنسبة لصحة الإنسان ككل. فالتمر غني بالحديد، أنا مهم جدا كمان عندي حاجتين، عايز عضلات قوية وعايز دورة دموية ممتازة، هيموجلوبين كويس، نسبة فقر الدم مش عايزة تكون موجودة. فأنا عندي التمر غني بالحديد وغني بالبوتاسيوم اللي ما بيخليش ضغط الدم يرتفع، وده مهم جدا لتسهيل الولادة الطبيعية ولتمهيد الولادة الطبيعية. طيب ناكل منه قد ايه؟ 3 تمرات لسبع تمرات بحد اقصى في اليوم، مع نصف كوب من الحليب. تقدري تاكليه حتى من غير الحليب على ميه او حتى من غير اي حاجه، لكن ما نكترش. ليه؟ لان اكتر من 7 تمرات ممكن يتسبب في عسر هضم، وانا مش محتاج عسر الهضم خالص، مش محتاج يكون في غازات ولا امساك، لان ده هيضر المراه المقبله على الولاده. عندي الاكله الثانيه، سبحانك يا رب، أكلة رخيصة وكلنا بناكلها وحلوة جدا، البتنجان، الباذنجان باللغة العربية، الباذنجان أو البتنجان. البتنجان في مادة جواه اسمها الأنثوسيانين، هذه المادة بتحفز تقلصات الرحم فبتمهد الرحم للوصول لولادة سهلة. يعني ما ناكلهاش لحسن يجي لنا اجهاض في الشرب خالص، هي يعني الموضوع كله في تقويه العضلات. غير كده ان البتنجان مصدر غني بالفيتامينات والمعادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم، والكالسيوم والمغنيسيوم محتاجهم جدا عشان تقويه العضله بتاعه الرحم، عشان موضوع ايه؟ تسهيل الولاده. كمان البتنجان بيساعد على فتح عنق الرحم، وده هيخلي موضوع الوصول للولاده الطبيعيه امر سهل ان شاء الله. معايا تالت حاجة ممكن تكون غالية شوية، لكن لازم نذكر كل الأشياء. التوت طبعا في بعض البلدان ممكن يكون التوت رخيص، وفي بعض البلدان ممكن يكون التوت غالي،
ولكن في المجمل ممكن ان احنا يعني نحصل عليه برضو، لان احنا في يعني في المحصله احنا محتاجين كل حاجه من الحاجات دي كميه بسيطه. وموضوع الباذنجان او البتنجان مش مقلي في الزيت، ده ضد اللي احنا عايزينه خالص، ممكن نعمله باي طريقه تانية غير ان هو يكون مقلي في الزيت. نرجع للتوت، التوت مصدر غني بفيتامين سي ومهم طبعا عشان امتصاص الحديد، ومهم عشان حركة الأمعاء، وبيمنع الإمساك اللي أنا مش عايز يكون فيه إمساك، وكمان بيحفز عضلات الرحم. طيب دول ثلاثة من الأكل نقدر نحصل عليهم ونعتمد عليهم في قائمة التغذية اللي احنا بناكلها كل يوم، ولكن زي ما قلنا لا إفراط ولا تفريط، يعني ناكل بقدر بسيط. بالنسبة للتمر 3 ل 7 تمرات بحد أقصى، الباذنجان ثمرة باذنجان مشوية حتى لو متشوحة بشوية زيت بس في الفرن بقيتها، أنا مش عايز كمية زيت، أنا مش عايز الكوليسترول يعلى، ضغط الدم يرتفع، سكر يعلى، يبقى بوظنا الدنيا. التوت برضو حفنة أو طبق صغير أو كوب صغير من التوت كحصة فاكهة في هذا اليوم. مع هذه الأشياء شرب المية مهم جدا، شرب المية مهم جدا، ترطيب الجسم هيساعد المرأة أنها تلد بسهولة ويسر إن شاء الله. ومهم جدا أن احنا نمارس الرياضة، الرياضة المنتظمة الخفيفة، المشي ماشي، تمرين القرفصاء ماشي، صعود الدرج أو صعود السلم ماشي، بس شرط ان احنا لا نصل الى حد التعب والارهاق. الرياضة مطلوبة لتنشيط الدورة الدموية ولتوسع عنق الرحم وليس للاجهاد العضلي، انا عايز عضلاتك تكون يعني فريش، مش عايز انها تجهد بحيث انها تبقى خلاص يعني كأن بالضبط حد دخل جولة رياضية أو لعبة رياضية فلعب، تاني يوم بقى احنا محتاجينك، احنا مجهد، فأنا مش عايزين نوصل لحد الإجهاد في الرياضة، عشان احنا عايزين نوفر ده لبذل جهد عضلي في الولادة الطبيعية. شرب المية، الحالة النفسية مهمة جدا، متخافيش، سر إلهي بينزل عليك. وعلى فكرة الكلمة دي مش كلمة أنا بقولها لك عشان أواسيكي وأطمنك وأخفف من عليكي الخوف والفزع من الولادة الطبيعية. الولادة الطبيعية هقولك حاجة تخضك وحاجة هتسحبك تاني لورا، الولادة الطبيعية بتعد ثاني ألم، أقوى ألم بعد الحرق حيا، يعني أصعب ألم في الدنيا إن الواحد يتحرق حي، تاني أصعب ألم هو ألم الولادة الطبيعي، انت خضتنا وفزعتنا. طب خدي بقى السر التاني ده، ربك بينزل عليك أنت أيتها المرأة الضعيفة ساعة الولادة قوة إلهية تستوعب وتتحمل هذا الألم. يعني لو جابوا راجل بعضلات يرفع أثقال وخلوه يولد ولادة طبيعية مش هتحمل الألم ده، انت اقوى منه في الساعة دي، لانها بجد ربك بينزل عليك قوة الهية. بالضبط انا قلتها قبل كده في حلقة، ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة بعد ما يدخل المؤمنين والصالحين الجنة سيتجلى ربنا سبحانه وتعالى وهينعم على المؤمنين بالظهور بان هما يروا وجه الله سبحانه وتعالى. طيب ازاي نرى، ازاي احنا قوة عينينا تستطيع رؤية هذا النور الالهي؟ فكان الجواب هو ان ربنا سبحانه وتعالى سيعطينا قوة، يا رب نسأل الله نحن واياكم ان نكون منهم يا رب، سيعطينا قوة من لدنه عشان نقدر بس نشوفه. نفس المثل ده ساعة الولادة الطبيعية، ايوه الالم شديد ولكن ربنا بيديك قوة تستوعب هذا الالم. وثقي بالله وتوكلي على الله، وربنا يوفقكم إن شاء الله. السلام عليكم.